آجل، وزارة الخارجية الألمانية تدعو سفيرة المغرب ببرلين إلى مناقشة عاجلة. دعا وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية السفيرة المغربية في برلين اليوم الثلاثاء إلى لقاء لإجراء مناقشة عاجلة وشرح لما جرى، وذلك على خلفية قرار المغرب تعليق التواصل مع السفارة الألمانية. وقالت الخارجية الألمانية في تصريحها أن الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب. والتزمت ألمانيا الصمت تجاه القرار المغربي في البداية، لكن الخارجية الألمانية أكدت في تصريح توصلت به إذاعة ألمانية ناطقة بالعربية حرصها على العلاقات مع المغرب، واصفة إياها بالطيبة. وكانت المملكة المغربية قد قررت وقف جميع آليات التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، ويأتي هذا القرار بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة المغربية، وذلك وفق مراسلة وجهها ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية وأيضا إلى أعضائها. ودعا بوريطة في المراسلة التي اطلعت عليها إحدى الجرائد القطاعات الحكومية الوزارية المغربية إلى وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة. الرسالة التي نشرت فيما بعد في جميع وسائل الإعلام المغربية.